صباح الخير. اهلا صباح الخير. انطونيو هنا؟ سأبلغه بوصولك. لا لا داعي لذلك. لويزا انت هنا؟ بدل الاقفال انطونيو. ماذا؟ الفريدو، ذهبت الى المكاتب، حاولت ان افتحها فلم استطع. لم تنفعني المفاتيح انطونيو، هذا الرجل قام بتبديل اقفالها. لم اجد احدا هناك، طرقت الباب حتى تعبت انطونيو ولم يجبني احد، لم يفتحوا. هل يعقل ان يقوم باغلاق المكاتب؟ وماذا عن الموظفين؟ هل ارسلهم الى بيوتهم؟ وهل باع الاسهم ايضا؟ كيف يتجرأ الملقب بالفريدو على فعل ذلك بي؟ لانه زوجه، صاحبة الميراث، لا تنسي لويزا. لا استوعب، لا افهمه. مديرو المؤسسات بدأوا يتصلون بي في المنزل كي يسألوني ما العمل. ترك غالبيتها القصوى متوقفة، يجب أن نبحث عنه أنطونيو. لا نعرف مكانه. هل سيذهب كل شيء إلى الجحيم؟ ما الذي يريده هذا الرجل؟ ما يقلقني هي غوادالوبي. حبيبي ناول لي هذه الزهور. تعرفين غوادالوبي؟ أحيانا أرى فيك نساء عدة. صحيح؟ نعم، سريعة البديهة وطريفة، وأظن أنك أيضا متيقظة باستمرار وعطوفة جدا. كل هذا كي لا تذهب للبحث عن أخرى خارج المنزل. وأيضا ذكية. حبيبي، ما الذي يعجبك بي أكثر؟ أكثر ما يعجبني، أعرف ذلك، أعرف أنا حنونة. لا سبق وأخبرتني ذلك، قلت حينها يعجبني أنك حنونة. كنت أتحدث مع الأرنب. وكان الأرنب سبب. أما أنا سأكون مدينة بالوفاء طوال حياتي لهذا الأرنب. هي أحوالهم هناك؟ حال جدتي والشبان ديانا ومشاكلها الكثيرة. عمتي لويزا إنها مجنونة، لم أشفق عليها، ولكن لا أدري، رغم كل ذلك أشتاق إليها. لا داعي للقلق عليهم، لأنهم ليسوا من عائلتك. بلى ألفريدو، دعك منهم. ألفريدو إنهم عائلتي. أنت غريبة عنهم غوادالوبي. صحيح، ولكن على أي حال إنهم أفراد عائلتي وعائلتي الوحيدة. ليس الآن، انتظر، سأهتم أولا بظهوري. غوادالوبي تعالي إلى هنا، تعالي. أي أسلوب هذا؟ لا تكن مستبدا. قبليني. أين ذهب الأولاد؟ هنري؟ لا أدري سيدتي، خرج اليوم باكرا، أظنه ذهب إلى الجامعة. وبناتي دانييلا؟ دانييلا الآن في غرفتها، وديانا وزوجها في المسبح. يظن نفسه ظريفا، إنه ظريف صحيح؟ انظري ماما،
ديانا، ما الذي أصابك؟ أصابني أني سمعت نصيحتك، إن لم أتخلص منه سأقتله. اهدأي ديانا، اهدأي. لا يمكن أن أهدأ، ضقت ذرعا، أريد التخلص من ذلك بأسرع ما يمكن. أسعدتم صباحا. لحسن الحظ أني وجدتك، وأخيرا سنتحدث أنت وأنا. وهذا ما لا أفهمه فعلا. ألفريد روبنسون هو إنسان غاية في الذكاء وسريع البديهة، ولا يرتكب أخطاء كهذه. يبدو وكأنه يقوم بتحطيم ميراث غوادالوبي عن قصد. صحيح، لا أدري أبي لماذا يفعل شيئا كهذا. أنا أيضا أسأل نفسي ولا أعثر على الإجابة، ولا أجد شيئا آخر سوى انتظاري عودة غوادالوبي مع هذا الرجل، وآمل أن يسرع. لا أكاد أصدق أنه يسعدني التحدث معك. ولما تقولين لا أكاد أصدق؟ لأنني لم تحدثت معك لو لم يكن لدي ما أريد معرفته. وما الذي تريدين معرفته سينيورا؟ أين هي غوادالوبي؟ إلى أين ذهبت مع ذلك الرجل؟ ومتى ستعود؟ يا عزيزتي، هذا بالتحديد ما أريد أن أعرفه. هذه الفتاة اتصلت بي مرة ولم تخبرني. أي أنك لا تعرفين شيء؟ قبل أن يذهب في شهر العسل أخبرتني أنهما سيقيمان هناك 4 أيام، ولكنهما أوشكا على إنهاء الأسبوع الثاني ولا أعرف شيئا عنهما. يبدو أنهما يتمتعان بشهر العسل لدرجة أنهما نسيا الكل. أي أنك لا تستطيعين إعطائي أي معلومات عنها؟ لا، في الحقيقة لا. إذا لم يعد لدينا ما نتحدث به، تفضلي بالرحيل. ماذا؟ لا يمكن ذلك حياتي، أنت مخطئة جدا، لأني لن أتحرك من هنا رغم ما لديك من قوة، أتفهمين؟ لأن هذا المنزل لم يعد منزلك، بل هو بيت ابنتي غوادالوبي. ولهذا أيضا أنصحك بالتخلي عن ملامح السيدة الأولى، وتذكري أنك هنا مجرد ضيفة لا أكثر. وإذا استمريت بالعيش تحت هذا السقف فبسبب كرم غوادالوبي، ولأني أنا أريد ذلك. كيف تتجرئين على كلامك؟ أتجرأ على ذلك وأكثر منه. وكوني حذرة لويزا، لأنك إذا وقفت في طريقي فسأطردك من المنزل، لأن هذا بيتي أنا. هذا ما كان ينقصني، هذا هو فعلا أنا. ولكن لتعلمي أن غياب العدالة انتهى هنا، لأنك أنت وعائلتك أسأتم معاملة ابنتي. كنتم جميعا تظهرون احتقاركم لغوادالوبي وتهينونها دائما، ولكن ذلك انتهى، أتفهمين؟ لأني موجودة هنا كي أمنع أن يتكرر ذلك، كي أضع كل واحد في مكانه. سيرة، أطردي هذه المرأة في الحال من بيتي. ولكن سيدتي، إياك أن تتجرئي، إياك أن تتجرئي وتضع يدك علي، لأني سأطردك فورا إلى الشارع. وأنت احذري، لأني لن أحتفظ بالصمت أبدا، وسأسمعك كل ما لم تقله ابنتي وكل ما تستحقينه فعلا. حسنا، اهدئي سيدة كاتالينا، لا داعي لأن تتوتري، لأن توتر الأعصاب يضر بصحتك. لا تطلبي مني أن أهدأ. واسمعي أنت، اسمعي جيدا، سأجعلك تتعرضين لمشاكل ستذكرينها طوال حياتك لويزا. هذا ما كان ينقصني فعلا. هذا ما أقوله أنا أيضا، حتى وإن أغلقت الباب على نفسك سوف تسمعينني، لأني لن أرحل من هذا البيت، وسوف تجبرين على مواجهتي يا شريرة. سيدتي اهدئي، خففي عنك، لا تجعليها تتمتع بأن تراك متوترة. تعرفين جيدا أن وضعا كهذا ينشف الدم في عروقي. وليحذر الجميع في هذا المنزل، لأن الأوامر منذ الآن سوف تصدر عني. سوف أبدل أغطية الفراش وأرتب الغرفة قليلا. لا
يهم إذا استمريت باستعمال الشراشف التي وجدتها في أدراج الغرفة؟ يمكنك استعمال ما في البيت وكأنه ملك لك. أسألك ذلك لأننا نستعير هذا المكان ولا أريدهم أن يعتقدوا أننا نستغل ثقتهم. لا تقلقي. سوف أسعى ليكون البيت غدا بأحسن حال، ليكون كل شيء جميلا وبغاية الترتيب. غدا؟ اسمعي، لماذا تصرين دائما على الحديث عن يوم غد؟ هل هو يوم مميز أم ماذا؟ فعلا، لأن غدا هو عيد ميلادي حبيبي. غدا يوم ميلادك غوادالوبي؟ يوم ميلادي. ولماذا لم تخبريني من قبل؟ لكني الآن أتيت كي أخبرك. حسنا، ماذا تريدين هدية؟ حبيبي، أريد أن تهديني نفسك. أنت أفضل هدية تلقيتها في حياتي، وقبولاتك وحنانك. سيكون لك نهار وليلة بكاملها لك هدية. حديث كل المجتمعات أن مجموعة سامبرانو بدأت تنهار وتهوي. لا شك بأن ألفريدو قام بعمل رائع، وقريبا ستبدأ شركاتهم بالإفلاس. هذا ما يشبه لعبة الدومينو، عندما يقع حجر تقع خلفه البقية. هذا جيد. ما لا يعجبني هو أني لا أستطيع الاتصال بألفريدو. لا أفهم لماذا لا يتصل هو بي. الحقيقة أن الأمر بدأ يقلقني. لو أني أعرف مكانه. قصدت كل الأماكن التي قد تخطر ببالي. فكرت أنه ربما أخذ ابنة سامبرانو إلى منزل الريفي. اتصلت به لكني أخطأت الرقم، فعودت الاتصال دون جدوى. طبعا ما كان ليتجرأ على أن يأخذها إلى هناك، إلى المكان المفضل الذي ألجأ إليه عندما أشعر بالتوتر وأريد مكانا هادئا. لماذا فكرت بأنه ذهب إلى هناك؟ لا تقلقي أوليفيا، لا داعي لأن ينفذ صبرك علي، لأنه حقق أهدافه وتزوج من الوريثة. والأهم من ذلك أنها وقعت له توكيلا. لماذا لم يعد بعد؟ لماذا لم يتصل بي بعد؟ ربما ليتني أعرف، لكن أشعر أن أمرا ما لدى ألفريدو ليس على ما يرام، وأن شيئا يحدث. أعتقد أنني اختلقت عالم الأحلام هذا لأعوض عن الأشياء التي لم أحصل عليها. هذه الأشياء التي كانت تنقصني حبيبي تعلمت بها على طريق. شعرت بالوحدة في طفولتك؟ قليلا، كنت أعيش مع كاتالينا وكاتشيتا، لكن كنت بحاجة لماما وبابا. حبيبتي، ألم تعلم شيئا عن والدك؟ كنت أعلم أنه يوجد رجل يدعى إيسيكييل سامبرانو. ماذا؟ فقط لا غير، لا شيء أكثر. لم أعرف عائلتي منذ ولادتي، وهذا أعز حلمي من أحلام حياتي. أتعلم حبيبي؟ كنت أطير من الفرح عندما علمت أن لي عمة ولي أقارب. وعندما أتيت إلى المنزل التقيت جدتي. لسوء الحظ وحدها استقبلتني بمحبة، ولم أجد في الآخرين ما كنت أبحث عنه. حبيبي، أثرثر كثيرا
هل ضجر؟ لكنك تبقى صامتا منزويا. لماذا ألفريد؟ ربما لأن حقيقة الرجل تبقى سرا بداخله. صحيح. وما الذي تخبئه؟ هيا دعني أقرأ في عينيك، علني أحسن. لا، لن تخفي عني شيئا بالرغم من طبعك، لأنني كل يوم أكتشفك أكثر وأفهم ما يجول في خاطري. مودتنا ووجودنا معا ساعدانا على أن نتفاهم وأن يندمج أحدنا بالآخر. ليت هذه السعادة لا تنتهي، وكأننا نعيش في عالم آخر. ربما أخطأت في الرقم، أي عقل أن يتهرب مني ألفريدو؟ يجب أن أتأكد. ألو، من يتكلم؟ من هناك؟ عذرا، من يتكلم؟ من تريدين؟ أريد أن أكلم عائلة ألونسو. اسمعي سيدتي، في الحقيقة أنا آسفة، فأنا لا أعرف أصحاب هذا المنزل. أنا هنا فقط لأمضي بعض الأيام مع زوجي. وما اسمه؟ ألفريدو. اسمه ألفريدو. أعذريني، أخطأت بالرقم. سيدتي، حبيبي، عيد سعيد.
اليوم عيد ميلادك. حبيبي. كم هي جميلة هذه الهدية. حبيبتي. أحبك. أحبك. إنهما هناك. إنها هي. هو معها وقد تجرأ على أخذها إلى الكابانة. كيف لم أفكر بهذا من قبل؟ لماذا لم يخبرني؟ لماذا لم يتصل بي؟ لماذا لم يكلمني البارحة؟ كنت أعلم أن هناك أمرا ما. لا أعلم ماذا يجري بين ألفريدو وابنة إيسيكيال سامبرانو. صباح الخير. صباح الخير كاتالينا. صباح الخير سيدتي. سيدتي لا أحبها. لقد قلت لك كيف يجب أن تناديني. صباح الخير مدام. كيف حالك مدام؟ بخير، لكن تلك الغرفة صغيرة جدا. لا تقلقي، لاحقا سنقوم بجولة في أرجاء المنزل وستقولين لي أي غرفة تحبين. نعم طبعا سنجد حلا لهذه المشكلة. اسمعي، سيد المنزل يتناول فطوره وحده وسوف أشاركه، لذا حضري فطوري لأني سأتناوله مع صديقي كارلوس. ألو؟ نعم هذا أنا. من يتكلم؟ أرجوك سيد فابريسي، من المؤكد أنك علمت بالأمر. لم نعد نحن أصحاب هذه الشركة. ماذا تريدني أن أفعل؟ افهم أنها لم تعد ملكا لنا. لا 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 لا، لن ينفعك الحديث مع زوجتي. لا تطيل الحديث معه. نعم. حسنا ستكلمه. لحظة ليزا، أرجوك. نعم. لا لا سيد فابريسي، كلام زوجي واضح. آسفة لا أستطيع شيئا، وداعا. يا للمصيبة، تلك الفتاة لم تعلم ماذا فعلت عندما وقعت الوكالة التي تمنح السلطة لألفريدو. سيوصلها إلى الهاوية.
سيدتي، ابنك لا ميل له لتعلم الطب. هذا لا يعني أنه ليس ذكيا أو أنه لا يدرس، لكن على الطبيب أن يتحلى بميزات خاصة، وعليه أن يضبط مشاعره. يجب أن لا يضعف أمام البؤس. لا أعلم إن كنت تفهمين ما أقصده. عليه أن يكون قويا ليواجه المصائب والألم وطبعا الأمراض. وتبين لنا أن ابنك ليس مؤهلا، وأردد أنه ذكي جدا لكنه لا يميل لهذه المهنة. أنا بنفسي شاهدته يوما عندما كان متوترا، وكنت أعلم أنه سيترك هذه المهنة عاجلا أم آجلا. أنا آسف جدا لأنني دعوتك للمجيء. هنري لا يمكنه أن يدرس الطب، بل عليه أن يعمل في مجال آخر يختاره هو، لأنه يعلم ماذا يجب أن يختار. صح؟ شكرا جزيلا على نصائحك. لقد أزعجتك وطلبت منك المجيء لأن ابنك مر بظروف صعبة للغاية اليوم. حسنا حسنا، أعلم، لقد فهمت. إلى اللقاء، هيا هنري. إلى اللقاء. إلى اللقاء. هذا رائع، أغمي عليك. اتصلوا بك يقولوا لي إنك فقدت وعيك هناك أمام زملائك. الطفل أغمي عليه، وأيضا طلبوا أن تغير تخصصك. يا لهذا العار، أنت شاب فاشل. أنت السبب في فشل أمي. اسكت هنري. لم أريد أن أدرس الطب، أنت أجبتني، لا أستطيع التحمل. أحسن فمك، لماذا لا تستطيع أنت بينما يستطيع الآخرون؟ هيا قل لي لماذا. لا يمكنني، لا يمكنني، لا يمكنني. هم رجال، نعم، أما أنت فلا. لا تقولي لي هذا. أغمي عليك. لا يمكنني رؤية الدم أمي، لا يمكنني رؤية الدم. لماذا لا يمكنك رؤية الدم؟ قل لي لماذا. ذلك اليوم، منذ ذلك اليوم الذي حولتني أنت فيه إلى قاتل. ما الذي تقوله؟ نعم، أنا قاتل، أنا قاتل، أنا قاتل. أسكت، أسكت، لا تصرخ. أنت المذنبة أمي، أنت المذنبة. أسكت، لا يمكنك أن تتهمني بشيء. لقد أجبرتني، أنت أجبرتني، لم أكن أريد أن أبقى هناك. أسكت، لا أريد. رفضت الدخول وركضت وراءك. نعم، توسلت إليك، توسلت إليك. نعم، كالطفل توسلت إلي، توسلت إلي لأنك كنت الفتى المدلل لدى جدتك العزيزة. نعم، كنت طفلا، تركتني هناك وراء القضبان وصعدت إلى السيارة وتركتني وحدي بين الغرباء. لم تكن وحدك، أبيل كان معك. فعلت هذا لمصلحتك وكان يجب أن تشكرني. مخطئة، مخطئة، لن أشكرك، لن أشكرك، لن أشكرك أبدا. لا، ماذا يجري؟ لم أريد البقاء هناك أبيل. نعم، لكن أنا لا أردت البقاء معك وأبي وعائلتي. لم أكن أريد البقاء هناك. لما تصرخان؟ ماذا جرى؟ اخرسي. حاولت أن أكون كأبيل لكني لم أستطع، لم أستطع أمي، لم أستطع. استطاع أبيل وأنت لا، لأن الضعيف الوحيد هو أنت. الضعيف الوحيد هو أنت. لكن ما ذنبي أنا إن كنت مختلفا عنه ماما؟ لهذا، لهذا أردت أن أحولك إلى رجل. أنا رجل. أردتك رجلا قويا من السامبرانو، وليس رجلا جبانا لا يحتمل التجنيد ويخاف عندما يرى دما. تعلمين لما لا أحتمل رؤية الدم؟ تعلمين منذ ذلك الحين وأنا. أسكت. لقد كان حادثا، أتفهم؟ حادثا. لما تصرخين؟ أرجوك أسكتها. ما بك لويزا؟ هذا ابنك يتصرف على هواه، لن يدرس الطب. لماذا؟ ذهبت لأحضره من الجامعة لأنهم حملوه
عندما أغمي عليه أثناء العملية. لم أستطع أمي، لم أستطع. كفى الآن، كفى، اصعد إلى غرفتك. أنا اقترفت ذلك. لا تتكلم أكثر، لقد كان حادثا. أنا اقترفته وأنت السبب، أنت السبب، اقترفته بسببك. قلت لك إنني أحبه لكنك. لويزا، اسكت لويزا. لا اهدأ لويزا، لويزا اهدأ أرجوك. تصفعيننا لأننا فتيات، أما هو فلا. لقد صفعته لأنه فقد عقله، والرجل يجب ألا يفقد عقله. اتركني أنت، لا تمسك يدي. هيا هاري، تعال معي. جبان، إلى متى لويزا؟ إلى متى؟ أعلم ماذا أفعل. لا، لا تعلمين. لا يعامل الأولاد هكذا. ما هذا المكان؟ هيا تعال، تعال. اجلس هنا أرجوك، اهدأ هنري. من فضلك أحضر لنا مشروبا مهدئا للأعصاب. أوكي؟ نعناع؟ لا. مرحبا تيم. أهلا. مرحبا أيها الأصدقاء، أهلا. هنري اسمعني، أنت لم تقتل. أوكي؟ لم تقتل. اهدأ أرجوك. كان صديقي وبمثابة أخي. وأسأت إليه. الدم دانيال، الدم، الدم. عندما رأيت الدم. أرجوك هنري اهدأ. رأيت الدم. هنري. لا، لا الدم. هنري اهدأ. كان حادثا، والذنب ليس ذنبك. لا يمكنك أن تلوم نفسك، كان مجرد حادث وهذا يحصل. أوكي؟ كان حادثا، مجرد حادث. ردد معي. كان مجرد حادث. مجرد حادث. نعم مجرد حادث. نعم مجرد حادث. مجرد حادث. أوكي اهدأ. يا إلهي الحوادث تحصل. ما هذا المذاق؟ يا إلهي. داني. هاي، هاي. رأيت سيارتك في الخارج وعلمت أنك هنا. كيف حالك؟ أتعرف أخي هنري؟ هنري روكي. ما رأيك بنزهة درجتي في الخارج؟ نعم حسنا هنري. أخي اسمع، خذ المفاتيح. أوكي؟ عندما تهدأ قليلاً خذ السيارة واذهب إلى المنزل. أوكي؟ لكن أولاً اشرب شيئاً وتذكر ما قلته لك. داني لكن ستتركينني هنا؟ اسمع لا تقلق، سأقوم بنزهة معه وسيعيدني إلى المنزل. أوكي؟ انتبه لنفسي. إلى اللقاء. إلى اللقاء. ما بك؟ هل أنت بخير؟ قل لي، أتشعر بألم؟ لا لا لا. متأكد؟ ما بك؟ ما هي المشكلة؟ أية مشكلة؟ ما
مشكلتك أنت طبعا، ما بك؟ وما همك أنت؟ في الواقع لم أرى في حياتي شابا مثلك يبكي. تضحكين مني؟ لا أضحك منك، اجلس. لم أقصد هذا، ولكن أخبرني. ما بك؟ دعيني دعيني وشأني. لا أنت لست طبيعيا، يبدو أنك متعب وفي حالة نفسية كئيبة ولا تريد تكلم مع أحد، ولكن لما لا تبقى؟ مستعجل؟ لا. إذن أنا لا لا أعجبك؟ فهم، من المؤكد أنهم ينتظرونك. لا لا أحد ينتظرني الحقيقة. أنا لا أريد العودة إلى منزلي. ولكن لماذا؟ هذا لأن أمي تقول تقول ماذا؟ إني لست رجلا، لست رجلا. لست رجلا، لست رجلا، لست رجلا. لا، هنري شاب حساس وذكي، بل خجول وضعيف في هذا العمر، ولم يقم بأية مغامرة. تفضلينه مغامرا؟ كأولئك الذين يضحكون من الفتاة ويتركونها عندما تحمل منهم؟ كفى أرجوك، كفى أرجوك، لا أريد أن أتشاجر معك، لدي ما يكفيني من المشاكل. لويزا، دع المشاكل جانبا ولنهتم بهنري، ابننا أهم من كل شيء حبيبتي. هذا هو منزلي، ما رأيك؟ ليس مرتبا. لأنني أعمل في الخارج حياتي. ماذا؟ حسناً، الحقيقة عملت كخادمة، كمربية، كما تريد، لكني تركت هذا العمل. الآن لم أعد كما كنت. هيا دعك من هذا وكفى، لنجلس ونتحدث بهدوء. هيا اجلس هنا، هيا ثق بي. وتعيشين وحدك؟ نعم تقريباً، أحياناً لدي رفيق، لكن علاقاتي ليست ثابتة ولا تدوم، أتفهمني؟ وهذا لا يهمني، نحاول وإلا نفترق. أعتقد أن ماذا تشرب؟ سودا. سودا فقط؟ وكيف تعيشين؟ ما من مشكلة من الناحية المادية. ما من مشكلة، أتعلم عندما أكون مفلسة أتدبر أمري ولا يهمني شيء. حسناً، تفضل. شكرا. هناك مقعد واحد فقط، لا تهتم، سأجلس هنا هكذا. لما لا تجلس بقربي؟ هيا هيا لا تخجل، تعال. هل أنت مرتاح؟
لم التوتر؟ لا تتوتر، لن أفعل شيئا لك. ألم تغرم من قبل؟ لا. لا أعلم. لا أعلم. لقد أخبرتك. أنا لست بخير. أمي والمدرسة، النساء، كلهن كأمي. وهل أنا مثلها أيضا؟ لا. فإذا قالت إني سوف أثبت لها أنها مخطئة، وسأثبت لك العكس. أمي، أرأيت كيف أمشي؟ أنا أتحسن كثيرا. لقد أخذت حماما شمسيا قرب المسبح. تلك المرأة الظريفة أم غوادالوبي أخذتني. ولما هذا معك؟ ألا تجدينه رهيبا؟ غوادالوبي أعطتني إياه، إنه الضفدع. أمي أرجوك، ما أنكم تتركونني وحيدة أتكلم معه وهو يصغي إلي، صح؟ أين غوادالوبي؟ لا أعلم. ومتى تعود؟ لا أعلم. اسمعي كيف ينق. أمي أرجوك كفي عن هذا. لقد أخفتك. أنا قلقة ومتوترة وأعصابي متشنجة. أنت دائما متوترة لويزا. أما أنت فسعيدة، تعيشين في نعيم ولا تعلمين ماذا يجري. وماذا يجري؟ هاي انتبه. أمي، لقد خسرنا كل شيء. أمي، إسكيل لم يترك لنا شيئا ولا أي شيء. الوصية. كان هذا مسليا لويزا. عدد كبير من الأشخاص كان هنا، ولكن في النهاية شعرت بالملل. تصوري أنني كنت أنام. يا للسخرية، كنا جميعا متيقظين وأنت كنت تنامين، وكنت الوحيدة التي نالت جزءا من الإرث. ربما بحصتك أستطيع أن أبدأ من جديد. صديقي الضفدع سابو سابو، أتت زوجتك؟ نعم سيدي. وماذا جلبت لك؟ معطفا. من أي لون؟ اللون الأخضر. بام بام بام. فكرة جيدة. هل تعيرني قبعتك؟ ليس لدي قبعة. ومعطفك؟ ليس لدي معطف. بوم 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 بوم. ليس لدي شيء. بوم 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 بوم. ولا أي معطف ولا أي قبعة. ليس لدي شيء. لا 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 ولا شيء. أمي، أتقرضينني مالك؟ نعم يا ابنتي، وكيف لا، خذي ما تريدين. لماذا تحتاج عجوز إلى المال؟ فكل ما يحتاجه العجزة هو القليل من الاهتمام والحب. غوادالوبي كانت تهتم بي، صح؟ كنت أخفو عندما تغني لي، كانت تدعوني يا صغيرة. يا ليتها تعود بسرعة.
ربما أصبح لي أحفاد من حفيدتي، أليس كذلك أيها الضفدع؟ أليس كذلك؟ أتفكر مثلي؟ ما اسمك؟ ماريلين. وأنت؟ إنريكي. هنري. إنريكي هنري، تشرفت بمعرفتك. أنا أيضا. أخبرني، ما هي مشكلتك المتعلقة بمنظر الدم؟ ذات مرة ذهبنا لنتمرن على إطلاق النار، أكره السلاح، فهو قاس بارد، اخترعه الإنسان كي يقتل. رغم أن الحياة جميلة. لكن حسنا، أخبرني كل شيء، ماذا حدث؟ يومها أطلقت النار، لا أعلم كيف، ورأيت صديقي يقع، كنا كالإخوة، كان سريره إلى جانب سريري، وفي المساء كنا نتحدث ونتكلم ونسرد أخبارنا لبعضنا. كنا نمزح وكأننا أشقاء. كنت أتفق معه أكثر من أخي. أبيل كان مختلفا عني، كان قاسيا قويا، وكان من عادته أن يهزأ مني تماما كأمي، تماما كأمي. وماذا حدث فيما بعد؟ انطلقت مني رصاصة، لا أعلم كيف. صدقيني، وقع على الأرض، ذهبت لأساعده، فتلطخت يداي بدمائه، رأيته وكان ينزف. جوني أيضا كان ملطخا بالدماء، هو أيضا كان ينزف، وفي الجامعة أثناء ساعات المختبر أحاول التهرب، فالأموات، لا، أنا لا أستطيع رؤيتهم، لا 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 يمكنني، الأموات، يجب أن نحترمهم، يجب أن نحترمهم، أنا لا أستطيع ذلك، لا أستطيع ذلك أبداً، أبيل كان بإمكاني، أنا لا. لا يمكنني أن أدرس الطب، وأمي تقول،
أمي تقول إني لست رجلا. حسنا كفى، أنت تعلم أن أمك مخطئة، تعلم ذلك، أنت وأنا نعلم ذلك، إنها مخطئة. أريد أن أبقى معك. مرحبا أبي. مرحبا. ما بك؟ تبدو شاحبا. تصور، رأيت الآن دانييلا في الشارع وهي تركب دراجة مع أحد الهيبيين. بنات لويزا هن بالفعل غريبات الأطوار، يزعجك لأنك تعتبرها كشقيقتك. طبعا بالفعل، لكن هي واقعة في حبي. هنري، هل هذا صحيح؟ نعم، كنت مع ماريلين. لقد أصبحت عشيقتك إذن. حسنا، أخذتني إلى شقتها وقد مارسنا الحب. هنري. بالإذن. مرحبا. مرحبا. كيف حالك؟ بخير هنري. أهلا أنطونيو. كيف حالك؟ بخير بالإذن. ما به؟ لديه مشكلة، ألم تعلم؟ لا. يبدو أنه أغمي عليه خلال درس التشريح في الجامعة. اتصلوا بأمي ونصحوها بألا تجبره على دراسة الطب، وتصور ردة فعلها. إنها مشكلة بالفعل. وعندما عاد تشاجر معها بشدة، لهذا أخرجته من المنزل لأنني لم أتحمل أن أراه هكذا. أنا أفهمه إن قال إنه لا يريد أن يعيش هنا. دانييلا، أريد أن أطرح عليك سؤالا يتعلق بما أخبرني إياه أليخاندرو. صحيح. ماذا أخبرك؟ أنه رآني أركب الدراجة مع صديقي؟ الجميع رأوني، فعلت هذا عمدا كي يروني، كي يراني الجميع. اسمعي، لماذا تفعلين ذلك عمدا؟ لما هذا التصرف؟ أريد معاقبة أمي. نعم، أريد أن أعاقبها، وأنا أعلم كل شيء عنكما، وأعلم جيدا أن واحدا منا نحن الثلاثة أنت والده. أي منا أنطونيو؟ أي منا؟